تتواصل استعدادات مدينة السلام لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر كوب 27، وفي هذا الإطار تنتهج مدينة شرم الشيخ آليات متنوعة للتسهيل على المشاركين، إجراءات التسجيل والتحركات بوسائل نقل صديقة للبيئة ووسائل أخرى لوجستية، والتي يرصدها لنا مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم ببرس في التقرير التالي. بمجرد الوصول لمطار شرم الشيخ الدولي تجد هؤلاء الشباب الذين يساعدوك على التوجه لكوب 27، إما لأماكن التسكين الخاصة بالوفود أو حتى لأماكن عقد المؤتمر في حد ذاتها، إما في المنطقة الزرقاء أو حتى في المنطقة الخضراء. ولكن لتنتقل إلى المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء هناك وسائل نقل صديقة للبيئة تنتظرك خارج المطار. في البداية ينتظرك الشباب المتطوعين لكوب 27 ويمسحون البطاقات الشخصية أو جوازات السفر لحصر الأعداد التي ستحضر مؤتمر المناخ، ثم بعد ذلك تتجه لخارج المطار لتركب إحدى هذه الوسائل الصديقة للبيئة. وهذا ربما الآن أنا متواجد داخل إحدى هذه الوسائل. هذه الوسائل تعمل إما بالكهرباء أو حتى بالغاز الطبيعي، تنقلك بالمجان إلى المكان الرئيسي لاستخراج التصريح الخاص بالأمم المتحدة الذي سيسمح لك بالحضور أو المشاركة أو حتى بالعمل داخل المناطق المخصصة لها داخل كوب 27. للحصول على هذا التصريح سنقوم بعدة خطوات، ومن أولها الوصول لهذا المكان وتقديم البطاقة الشخصية. دعونا نتعرف على هذه الخطوات، هيا بنا. الآن نحن في الخطوة الثانية لاستخراج التصاريح الخاصة بالأمم المتحدة لتغطية كوب 27. هنا داخل هذه القاعة عليك التأكد من شيئان. الشيء الأول هو البطاقة الشخصية إذا كنت مصري الجنسية، أو جواز السفر إذا كنت غير مصري. ثم بعد ذلك تتوجه لإحدى هذه الشبابيك أو أحد هذه الشبابيك، هنا يستقبلك المتطوعين هنا الخاصين بالأمم المتحدة الذين يتحدثون إما باللغة العربية أو حتى اللغة الإنجليزية للتواصل مع يعني جميع الجنسيات بشكل عام. ثم تبدأ بتقديم الموافقة الخاصة بالأمم المتحدة أو الأكنولوجمنت لتر الذي أرسل إليك عبر البريد الإلكتروني، الذي يؤكد على يعني موافقة لك على حضور مؤتمر المناخ، وتقدمه هنا على هذا الشباك. وبعد ذلك خلال دقيقتين أو ثلاثة بالكثير يتم استخراج هذا التصريح عن طريق تقديم البطاقة أو جواز السفر والموافقة الخاصة بالأمم المتحدة. ثم يتم تصويرك هنا، يتم التصوير هنا في هذه الكاميرا واستخراج التصريح في هذه اللحظة في هذا الوقت. ثم يتم بعد ذلك التوجه لإما أماكن التسكين أو حتى أماكن العمل داخل المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء.